حلقتنا النهاردة مميزة وحلوة على قلبي كده، عشان أنا ملكة السلمون يا جماعة. في ناس كتيرة جدا مختلفة على حبه، يعني في ناس ما تعرفوش، في ناس ما جربتوش، في ناس بتقلق منه، وفي ناس مش عارفة الفرق بينه. يعني احنا عادة اللي معروف في السوق اللي هو السمك المدخن اللي هو بيتاكل أكتر كسلطة أو أبيتايزر. السمكة السلمون بنعدي من قدامها كده ومبصلهاش، مع انها سمكه حلوه جدا. سمكه السلمون من نوع الاسماك الاويلي الزيتيه، كل طبعا بيحب السوشي وكده واخد على السمكه دي اكتر. النهارده هنعمل وصفه خفيفه وحقيقي هي مفرحه، وهتخلينا نعيد حساباتنا في السلمون مره تاني. اول حاجه هنعملها هو الصوص اللي احنا هنحطه في الاخر. الصوص ده اسمه جرامولاتا صوص. جرامولاتا صوص ده صوص ايطالي ملوش دعوه خالص بالمكسيكي، بس لما اكتشفت بقى لما بيتحط فوق التاكو بيبقى طعمه خطير. عباره عن زيت زيتون، كزبره متقطعه، كيبرز، بشر ليمون وبشر برتقال، وشويه عصير ليمون وشويه عصير برتقال. هنتبل بالملح وفلفل مش كتير. الصوص ده بقى يتعمل ازاي ولا اي حاجه، هنحط كل المكونات في طبق وهنقلبه كويس جدا ونسيبه نص ساعه في الثلاجه. هنحضر دلوقتي سلطه السلو او الكول سلو او هنسميها زي ما احنا هنسميها. ده هتبقى اول واحده، عباره عن كرنب احمر، بصل اصفر او بصل ابيض، يعني اي حاجه مسكره شويه، عصير برتقال وعصير ليمون وكمون، لان دي احنا قلنا انها سلو مكسيكي، فشويه سبايسز كمون كده، والملح والفلفل وشطه لو بنحب الحاجه سبايسي كده. خلصنا سلطه السلو بتاعتنا اللي احنا هنحطها على التاكو، وكل ما هتقعد اكتر في التتبيله كل ما هتبقى طعمها خطير. هنخش بقى على تتبيله السلمون. ممكن نحط ملح وفلفل وخلاص، لكن انا بحب ازود التوابل بتاعتنا اللي هتديله اطعمه كلها مع بعض، وهتبقى اكله صيفيه خطيره. دي من لونها ان هو اورنج فاتح كده، دي معناها ان هي مزارع. لو كانت على اورنج غامق محمر سيكا كده هنعرف ان هي سمكه حره في البحر. دلوقتي هنعمل بقى نخلط التتبيله بتاعتنا عشان نحط عليها على السلم. الكمون، الزعتر المجفف، بابريكا مدخنه، بودر ثوم، وهنخلط. هندهن السلمون من كل النواحي كويس قوي. دلوقتي هنحط السلمون على الجريل، بس قبلها هيبقى معانا العيش التورتيا. لو كبير هنقصه بحلقات صغيره، او لو صغير زي ده يا اما هنقدمه كده يا اما هنحطه كده. باي حاجه هنحطها كده تمسك العيش، او حتى في السياخ بتاعه الجريل هنعمله كده، هو مش هياخد ثانيه واحده وهيجمد. يلا بينا يلا بينا. أو زي ما قلنا بقى هنحط العيش كمان، عايز شويه حراره بس عشان خاطر ايه يجمد. 5 6 دقايق عدوا تقريبا، هنفتح نشوف ايه اللي حصل. هو كده استوى، هي في الاغلب اتحرقت بس هناكلها برده. صاله السلو اللي احنا عملناها وقعدناها شويه كده حلوين في التتبيله بتاعتها اهو. سلمون، فاكرين بقى الجرامولات الصوص اللي احنا حطيناه في الاول خالص وقلنا هيحن كده ويبقى لطيف؟ هو ده بقى اللي هنحط عليه في الاخر، وهو ده بقى اللي هيخلي نكهه التاكو تحفه تحفه. ودي يا جماعه اسمها نظريه السقسقه، سقسقه تاكو. هنحط بقى هالبينو على شويه منهم، بس انا ما بحبش اصلا الهالبينو. بصوا اهو ساندوتش لطيف، لانش بوكس الاولاد، أطعمة تحفة كلها عاملة حالة كده غريبة جدا جدا. جربوها بجد بجد هتحبوها جدا. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.